الرياض تحتضن ديربي مدريد ضمن كأس السوبر الإسباني. الاتحاد الأفريقي يحقق مع لاعب ولد بعد وفاة والدته. ونيمار يتدخل لإنقاذ ألفيس قبل محاكمته المنتظرة. هذه الأخبار نقدمها لكم من العربية رياضة، أهلا بكم. تتجه الأنظار الليلة إلى العاصمة السعودية الرياض التي تحتضن نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، لكن المباراة كانت قد بدأت منذ أيام على مختلف منصات السوشيال ميديا بين جمهور الفريقين، كما أعلنت اللجنة المنظمة نفاذ تذاكر المباراة التي ستقام على ملعب الأول بارك. لا تزال قارة أفريقيا تبهر متابعي كرة القدم بين الحين والآخر، وهذه المرة لاعب مهدد بالإيقاف مدى الحياة لأنه ولد بعد وفاة والدته بخمس سنوات. هذا اللاعب هو الجابوني جويلور كانغا، ويعد تزوير تاريخ الميلاد أمرا شائعا في القارة السمراء خاصة في الفئة السنية. وقبل انطلاق كأس أفريقيا استدعي كانغا للتحقيق، حيث أضحى لاعب فريق ريد ستار الصربي مهددا بالإيقاف مدى الحياة. لجأ داني ألفيس نجم برشلونة السابق والقابع في السجن الاحتياطي للمدينة منذ يناير الماضي إلى زميله السابق في المنتخب نيمار للحصول على المساعدة المالية والقانونية، وذلك بعد الحجز على ممتلكاته. وذكرت صحيفة يول البرازيلية أن والد نيمار قد قام بالفعل بتحويل بعض الأموال للمساعدة في الدفاع عن دانيال قبل محاكمته يوم 5 فبراير بتهمة الاعتداء الجنسي.